بصبح عليكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. المنتخب الاولمبي بقياده البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني خاض امبارح اخر تدريباته في مدينه الرباط المغربيه، وده قبل ما يتوجه لمدينه طنجة لخوض مبارياته في دور المجموعات بكاس الامم الافريقيه اللي هتنطلق يوم 25 يونيو اللي جاي بمواجهه النيجر. فريق الأهلي اختتم تدريباته الجماعية امبارح على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراته ضد حرس الحدود النهارده في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع 16 من عمر مسابقة الدوري. أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظموا في التدريبات الجماعية اللي أقيمت امبارح استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر، وده بعد العودة من المشاركة مع منتخب مصر الأول في المعسكر الأخير. منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 فاز على المنتخب السعودي بنتيجة 42 مقابل 34 في تاني مبارياته ببطولة العالم المقامة باليونان ليضمن الفوز في التأهل لدور 16 من البطولة. حصل عمر الفولي لاعب منتخب شباب كرة اليد على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية اللي انتهت بفوز المنتخب المصري. محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش حقق الميدالية الذهبية بمنافسات فردي الرجال ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات واللي بتقام في الفترة من 19 وحتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن امبارح تعاقده مع المهاجم البولندي مالك في صفقة دائمة قادما من مارسيليا الفرنسي خلال الصيف الحالي، ووقع مالك عقد لمدة 3 سنين ليستمر حتى 2026. أعلن نادي روما الإيطالي بشكل رسمي امبارح تعاقده مع المدافع الإيفواري إيفان نيتكا قادما من أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى عام 2028 في ثاني صفقات ذئاب العاصمة. نادي ريال مدريد الإسباني أعلن بشكل رسمي تمديد عقد لاعبه الألماني توني كروس موسما إضافيا حتى 2024. نادي اتحاد جدة السعودي أعلن عن تعاقده مع النجم الفرنسي نوغلو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي لمدة 3 مواسم براتب سنوي يقدر ب 100 مليون يورو، وتعاقد حامل لقب الدوري السعودي مع كانتي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البلوز. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لأحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميه.